أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة عن ضبط 3 تكفيريين. 3 تكفيريين دول كانوا بيقوموا بعملية مراقبة لتحركات القوات بوسط سيناء، وكانوا هذا الرصد وهذه المراقبة تمهيدا للهجوم على القوات. خلينا نسمع بيان القوات المسلحة عن عملية النهاردة في وسط سيناء. استمرارا لجهود القوات المسلحة في احكام السيطرة على مناطق مكافحة النشاط الارهابي بشمال ووسط سيناء، قامت قوات انفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بمداهمة عدد من المناطق الجبلية في وسط سيناء، وتدمير عدد من الاوقار عثر بداخلها على كميات من الوقود ومواد الاعاشة التي تستخدمها العناصر التكفيرية، كذلك القبض على 3 من العناصر المشتبه بهم أثناء مراقبتهم تحركات القوات، وتفجير عبوة ناسفة تم زرعها لاستهداف القوات على أحد محاور التحرك، كما تم اكتشاف وتدمير 6 مزارع لنبات البانجو المخدر ومخزن به قرابة طن من نبات البانجو الجاف. وفي إطار تكثيف الإجراءات الأمنية على المعابر والمعديات، تمكنت قوات تأمين نفق الشهيد أحمد حمدي من ضبط أوتوبيس عثر بداخله على كمية كبيرة من سلك اللحام وقطع غيار للدراجات النارية كانت في طريقها للعناصر التكفيرية، فيما تواصل قوات إنفاذ القانون جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء. رغم انه هذا الخبر يعني موجود من الصبح النهارده والناس سمعته وشافته، لكن انا حبيت انه نبقى بادئين بيه النهارده للتاكيد على انه المعركه، لا ننسى معركه مصر مع الارهاب، ولا ننسى معركه قواتنا المسلحه مع فئران الجماعات الارهابيه في سيناء، لانه احنا عندنا الوقت معركه احنا متخدين ليها، يعني معركه الانتخابات الرئاسيه واول اخره متخدين ليها، لكن للتأكيد على أن القوات المسلحة الموجودة في سيناء يقظة جدا، بترصد بتتصدى بتهاجم، وزي ما سمعتوا حضراتكم 3 عناصر التكفيرية دول الحقيقة من أخطر العناصر التكفيرية اللي كانت بتستعد لتنفيذ عمليات ضد قواتنا المسلحة في سيناء.